طيب هنفرم الاول العيش اهو، هنزله كده. شايفين الصوت؟ شايفين الخرفشه دي؟ مهمه جدا عشان ما يطلعلكيش بعد كده لون البانيه فاتح. لازم ان انا اخليه يتحمص، ياخد درجه تحميص حلوه. تمام كده؟ هضربه على ايه مثلا؟ مرتين. بسم الله. ادي اهو نعمل كده. ما عنديش الكبه. زمان على فكره ما كانوش بيعملوا بالكبه، كانوا بيعملوا بالهون. فيعني اتعاملي لو عندك اي حاجه فرمي بيها. اقدر بقى ازود عليه لو عايزه يبقى فيه سن كريسبي، ازود شويه كورن فليكس برضه هيبقى حلو جدا معاه وهيدي قرمش. ازود اللي هي الخلطه الكريسبي بتاعت العطار برضه هتبقى خطيره جدا معاه. فكرة في ايه؟ ان انا نعمت الخليط، اديته توابل حلوه، خلاص انا نقلت الفينو البايت الحزين اللي ما حدش راضي يجي جنبه لوصفه ثانيه تدي نتيجه خرافه. لازم تعالوا نشوف في خناقه حاصله في الكبه. طيب انا ممكن كمان ايه بقى هقول لكم، لو حسيت شويه ان الموضوع فيه حتت عيش ما اتفرمتش زي دي عادي ممكن اسيبها، بس ما تبقاش باينه قوي. خدوا بالكم يمكن كمان العيش بتاعي كان عايز سن التحميص، سن زياده. كل ما يتحمص كل ما يديكي نتيجه حلوه. يعني اللي تحت عندي اتحمصوا اتفرموا كويس عشان كانوا واخدين لون، لكن في حتت بيضه محتاجه سنه تحميص، لان الموضوع بيبقى ايه لما العيش يبقى ناشف وتيجي انت تضربيه في الكب او حتى تدقيه بالهون هيتفتفت معاكي على طول لانه ناشف، فبالتالي اتكي عليه. يعني بصوا عندي مثلا هنا، بصوا شايفين دي ودي هنا ولا اهو، دي تتفرم بسرعه جدا، دي لسه قلبها طري، فبالتالي هتاخد ايه سنه فرم وهتحتاج انك ممكن تنخلي الخليط، فبالتالي انا افضل اللون ده بكتير. طيب هجيب بوله كده ونحط فيها اللي طلع، بس انتوا اتكوا عليه اكتر في الفرم اهو. يعني بصوا عايزاه يبقى كله زي ايه، بصوا شايفين دول، سيبكم من دي اهي ناعم خالص، انا عايزاه كده. فانا ايه هكمل الفرم، ناخد حته كمان كده، وزي ما قلت لكم حمصوا العيش زياده، يعني اديله تحميصه محترمه عشان يتفرم معاكي على طول ما يغلبكيش. كل ما كان لونه ذهبي حلو كل ما اداكي لون ذهبي ساعه التحمير، مش هتحتاجي بقى تزودي اي حاجه تانية غير ان انت تحطي البيض والدقيق مثلا وهتتبلي او هتقلي وخلاص، ما عنديش حاجه تانية. نعمل كده. بسم الله. واحده واحده بقى عشان ايه يتفرم كويس اهي. بصوا لو تاخدوا بالكم اللي مش متحمصه معايا قوي هي اللي ايه، انا عملت ايه عشان ما كنتش مرتاحه بصراحه للقوام بتاع البقسماط. تمام، فانا طحنته بقى ضربه مبرحا في الكب عندي لحد ما ناعم خالص. هزود عليه دلوقتي، صدعتهم في الفاصل هنا لما دماغهم وجعتهم، بس معلش عشان ايه ابقى مرتاحه نفسيا ان انا عامله الحاجه زي ما بعملها في البيت بالظبط. طيب بصوا عندي بقى الشكل القوام بقى عامل ازاي، تعالى نحطه هنا. بصوا بقى هو ده اللي انا كنت عايزاه، ناعم خالص مفيش اي قطع عيش عندي، ودي النتيجه اللي انا كنت عايزاها، مش عايزه ابدا يبقى فيه تكتلات او يبقى فيه حاجه مش مظبوطه. طيب هحط ايه عليه بقى؟ هحط معلقه كبيره من الدقيق، معلقه كبيره من النشا، ونستاذن استاذ سباعي كمان احنا ناخد المقادير بتاعه التوابل عشان ابقى حطيت كل حاجه، تبقوا شايفين اللي بيتعمل ايه الدنيا. كل المكونات المكتوبه قدامكم على الشاشه هنحطها، وحتى كاتبه لكم بالمقدار بالظبط، يعني معلقه كبيره، معلقه صغيره، معلقه نص معلقه، الكلام ده كله. تمام كده؟ شوفوا بقى السهوله، واروح عامله كده بقى عندي احلى خلطه فراخ في الدنيا. هتعملي بقى بانيه كفته، سمك مقلي مثلا، وعايزه تحطي بدل الدقيق تحطي بقسماط اللي احنا متبلينه ده، في الاخر النتيجه وهميه. الكراست او الطبقه الخارجيه ليها طعم، مش بس ان بقسماط وخلاص عيش فينو مطحون، لا الخلطه دي طعمها بيكون حلو قوي. تمام كده اهي. طيب دي عندي اول وصفه.